هذا اليوم السبت الموافق 16 كانون الأول، وعلى بركة الله التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم البالغة عددها 15 محافظة. وبموجب القانون الانتخابي وفي الساعة 7 صباحا تم فتح 600 مركز اقتراع تضم 2487 محطة اقتراع، استعدادا لاستقبال الناخبين من أبناء قواتنا الأمنية والنازحين، والبالغ عددهم 1,050,653 ناخبا. وسيتم غلق مراكز ومحطات الاقتراع في الساعة 6 مساء حسب الإجراءات الفنية بانطفاء أجهزة التحقق الإلكتروني ذاتيا، لذلك لا يمكن تمديد وقت الاقتراع. ويتم بعدها إجراءات الفرز والعد الإلكتروني في محطات الاقتراع وإرسال النتائج إلكترونيا إلى المكتب الوطني عن طريق الوسط الناقل، إضافة إلى إجراء الفرز والعد اليدوي لجميع محطات الاقتراع وفق القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات التي وضعتها المفوضية. وبدأ الناخبون من القوات الأمنية بالتوافد على محطات الاقتراع بإنسيابية عالية، وتجري عمليات التصويت بحرية تامة وبدون أي تأثير وحسب الخطة المعدة من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات. يتم إحاطة مراكز ومحطات الاقتراع بثلاث أطواق أمنية لإجراء العملية الانتخابية في أجواء آمنة، وستسهم الخطة الأمنية في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات. وتصدر أجهزة الاقتراع ثلاثة تقارير في اليوم التصويت فيما يخص محطات الاقتراع الفتح والمنتصف والغلق. وبموجب تقرير الفتح فإن جميع محطات الاقتراع قد فتحت أبوابها للناخبين دون أي معوقات، وحسب تقرير المنتصف أي في الساعة 12 ظهرا فإن نسبة الإقبال حسب عدد الناخبين في عموم العراق بلغ 38%. ومن المتوقع زيادة نسبة الإقبال بعد الظهيرة ومساء اليوم. وتؤكد المفوضية أن إجراءات الاقتراع تسير بشكل طبيعي وفق القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات التي وضعتها المفوضية.